كان في طرق كتيرة ربنا بيخاطب بيها الناس، ممكن تبقى رؤية، ممكن يبقى مثل، ممكن تبقى رسالة من السماء. في هوشع 12 يقول في مثلت أمثالا وكلمت الآباء والأنبياء بالرؤى. وقد اتضح أن امتياز النعمة لا يتمثل في هذا الأمر فقط. يعني إيه؟ نعمة أن نسمع صوت ربنا من خلال الأنبياء دي أقل كتير من نعمة العهد الجديد أن ربنا يكلمنا بنفسه. فده امتياز نعمة العهد الجديد، نعمة فوق نعمة، في تعبير القديس يوحنا في أول إصحاح الناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق. فإحنا عندنا نعمة أكتر من العهد القديم، أي أن الله قد أرسل أنبياء للآباء بينما نحن لنا الرسل فقد أرسل المسيح. بل يكمن الامتياز أنه لا أحد من هؤلاء الأنبياء قد رأى الله بينما الإبن الوحيد الجنس قد رأى. وبالطبع فهو لا يشير مباشرة إلى هذا بل يقدم بالكلام اللاحق، يعني مش هحط كل اللاهوت مرة واحدة عشان برضو يخدوه بالراحة كده. فقال كلمنا حديثا في ابنه، يبتدي بقى يوصف الابن الكلمة، لأن ده موضوع الرسالة الأساسي، أن المسيح هو ابن الله بالحقيقة المتجسد من أجل خلص. عندما يتكلم عن طبيعة الابن الإنسانية، احنا عارفين أن طبيعة المسيح طبيعة من طبيعتين، في طبيعة اللاهوت كاملة وفي طبيعة الناسوت كاملة، لكنه طبيعة واحدة من طبيعتين. لكن ما رأيناه هو إنسانية المسيح، لأن الله لا يرى، ولكننا رأيناه في المسيح، لأنه لمن من الملائكة قال قط، ويبتدي يقارن بين المسيح كابن حقيقي للآب، مولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، وبين الملائكة، لأنه يبدو أنه في الوقت ده بعض اليهود كانوا بيشككوا المتنصرين بأنه طب وماله نعتبر يسوع المسيح ملاك وظهر. طبعا ده يعني ضد الإيمان المسيحي تماما، ويميل الكلام ده للأريوسية بتاعت القرن الثالث. لك أن تلاحظ حكمة الرسول بولس، فهو يبين أولا أن امتياز من نال النعمة يفوق الأنبياء، يعني في هذه الأيام الأخيرة أو حديثا كلمنا في ابنه، دي نعمة أعلى من اللي خدوها أبائنا كانوا بيسمعوا الأنبياء. فبعدما قدم هذا كأمر لا جدال فيه، أخذ يدلي برأيه بعد ذلك أن الله كلم الأباء من خلال الأنبياء، كلمنا نحن من خلال ابنه الوحيد. بل إن الله كان قد كلم هؤلاء من خلال ملائكة. وذكر الملائكة ليه؟ الملائكة كانوا وسطاء بين الله وبين البشر في نقل الرسائل. في ملائكة ظهروا في العهد القديم كتير، والناموس سلم لموسى بيد ملائكة زي ما هنشوف. لكن ايه بقى مقارنة الملائكة بالمسيح؟ ده مفيش مقارنة. دي بقى اللي هتشغل القديس بولس في العبرانيين واحد، انه يأكد لا، ده الملائكة دول خدمين المسيح، المسيح رب الملائكة زي ما هو رب البشر.